بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. زي ما كان في انترو للكورس لازم يكون في اوترو للكورس، ونعمل النهاية الخاصة بالكورس ونعرف شوية معلومات بسيطة، معلومات نظرية عن انا اتعلم منين بعد ما خلصت الكورس كاملا، وهل الكورس غطى كل حاجة في الدنيا ولا لا. لازم تكون عارف المعلومة دي. لغة البي اتش بي لغة كبيرة، عشان تغطي كل نقطة فيها وما تسيبش اي فتفوتة صغيرة زي ما بيقولوا، هتحتاج ان الكورس يعدي مثلا 1500 فيديو. طبعا احنا عشان نعمل العدد الرهيب ده ناس كتير جدا هتكره الكورس نفسه، بالتالي احنا ركزنا على الحاجات اللي انت هتستخدمها 100% في شغلك، والحاجات اللي هتستخدمها 50%، والحاجات اللي هتستخدمها كمان 30% في شغلك ويمكن اقل شوية، وشرحناها الحمد لله في الكورس كاملا بالتفصيل الممل. هيتبقى لك شوية حاجات متقدمة، الحاجات اللي انت بتجيبها من الكتب او من المانيوال الخاص بالبي اتش بي. اي حاجة تحس ان هي جديدة عليك انت مفروض بقيت مهيأ ان انت تعرف كل حاجة في اللغة، وتعرف كل حاجة ازاي تتعلمها جديدة، وكل حاجة هتكون قريبة من الحاجات اللي انت تعلمتها قبل كده. يعني لو خدت فانكشن جديدة وحسيت ان هي غريبة عليك، انت اصلا اتعلمت الفانكشنز وعرفت الرولز بتاعتها وتعلمت البيلت ان فانكشنز الخاصة بالبي اتش بي، كل اللي عليك ان انت عرفت الفانكشن دي بتعمل ايه وتكتبها وتشوف الافكت بتاعها ايه في المشروع بتاعك او في ملفك، خلاص انت عرفت فايدتها. لكن حاجة جديدة عليك، بتعمل حاجة جديدة انت بتعرفهاش، لكن عارف بتتكتب ازاي، عارف يعني ايه باراميترز بتتكتب جواها مثلا، عارف الحاجات اللي بتقبلها ايه، وفي نفس الوقت معايا المانيوال الخاص باللغة عشان اعرف منه المعلومات المتقدمة اللي بتنزل. بعد الكورس ما يخلص ممكن ينزلوا اصدار بي اتش بي جديد، نزل فيه حاجات جديدة احتاج ان انا احطها في كورس جديد وهكذا. يعني ان انت تواكب العصر فيديو مستحيل، لكن في مانيوال بيتحدث، المانيوال ده بيحطوا فيه حاجات، بيصلحوا فيه، بيشيلوا منه كل الحاجات دي. انت عشان تتابعها لازم يكون عندك نص او حاجة نصية بتتحرك معاك دايما وبتتحدث يوم بيوم عشان تتابعك. لكن الكورس المفروض ان هو فهمك يعني ايه لغة بي اتش بي، والمفروض ان انت تكون احترفتها، والحاجات اللي عدت عليك اللي هي اصلا اساس اي لغة برمجة او المفهوم الكونسبت الخاص بالبروجرامينج بصفة عامة انت مفروض تكون فهمته في الكورس 100%. طيب هندخل على موقع bhp.net وهندخل على الدوكيومنتيشن الخاصة باللغة، وهنيجي عند انجلش فيو اونلاين، هتلاقي عندك اللغات، تختار انجلش، وهتلاقي عندك هنا اللانجوج ريفرنس، المرجع الخاص باللغه كامله، البيزك سينتاكس والتايب والفاريبل، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها هتلاقيها انت هنا، وهتلاقينا الحمد لله مغطيين نسبه كبيره جدا 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 من اللغه، وان شاء الله تكون كل حاجه فهمتها احسن من المانيوال نفسه. لكن المانيوال انت تحتاج ترجع له علشان لو نسيت حاجه معينه، او عايز تعرف البراميترز اللي بتقبلها البيلت ان فانكشن دي الخاصه باللغه، برضو هتيجي عندها هنا عشان تشوفها. وليكن مثلا هندخل على الفانكشنز، مثلا عندك في الفانكشنز هنا اليوزر ديفاينيد فانكشن والفانكشن ارجيومنت اللي هي بتقبل باراميترز معينه جواها زي كده. هتلاقي في المانيوال امثله كويسه، وهتلاقي حاجات متقدمه جدا جدا جدا. المانيوال جميل يا جماعه، حاولوا ان انتم متبعدوش عنه. في ناس بتحب موقع W3 Schools، W3 Schools موقع جميل بسيط، محدش في الدنيا يقدر يقول عليه وحش، لكنه للأسف مش موقع احترافي، لأنه في معلومات كتير مش بيحطوها، وفي بعض الأخطاء قابلتني في الموقع كان فيها خطأ وكان في المانيوال مصححها، لكن هم كتر خيرهم بيعملوا اللي عليهم، والحمد لله في حاجات كتير مشروحة يمكن أحسن من المانيوال نفسه، دي الواحد لازم يعترف ويقول كده. لكن ما زال المانيوال فيه الأمثلة المتقدمة، زائد المانيوال فيه حاجة جميلة مش موجودة في مواقع W3 Schools. لما تدخل على مثلا function زي كده، بتنزل تحت بتلاقي اليوزر كومنتس، الناس اللي بتتكلم عن الحاجة دي. ليكم مثلا خلينا نشوف هنا اهو، اول واحد زي ما انتم شايفين في ناس هنا بعد الاكزامبل بيكتب لك يوزر كونتريبيوتد نوتس، في يوزر بيعمل كونتريبيوت بيتبرع بنوت ليك، يحط لك بيشارك معاك بنوت معينه ممكن تفهمك شويه حاجات حلوه في الفانكشن. النوتس دي برده بتكون متقدمه شويه، والناس دي مستواهم عالي، بيكتبوا كتبوا الحاجات دي من زمان، عدوا في اللغه بمعنى اصح، بس انت لما تعيش معاهم لما مستواك يوصل للمستوى ده هتلاقي نفسك ان انت احترفت اللغه وعديت فيها. ممكن تلاقي حاجه صعبه عليك، ده عادي مفيش مشكله، والا لو كان سهل كان كل الناس في الدنيا فهمته وما كنتش هتقدر تتميز على اي حد. لازم تكون في تعب شويه عشان تعرف الحاجات المتقدمه. يبقى احنا عرفنا الفرق بين ان انا اذاكر من المانيوال واروح اذاكر من موقع زي W3 Schools مثلا. الخلاصه ان W3 Schools بيعتمد اصلا على المانيوال، فبدل ما انت تروح للشخص الوسيط احسن حاجه ان انت تروح للسورس نفسه. المانيوال خليه معاك
يستحسن ان انت تجيب كتاب من كتب البي اتش بي، في كتب كتير جدا من كتب البي اتش بي موجوده على الساحه فيها شغل كويس جدا. في موقع تورنت اسمه cat.cr ممكن تبحث فيه عن كتب، ولو الكتاب فادك في حياتك يا ريت ان انت تشتريه من الشخص اللي منزله عشان تفيده، وعشان ما يكونش حاجه حرام ليك ان انت تاخد كتاب مش من حقك. ممكن الكتاب يكون مش حلو خلاص تلغيه من حياتك ما تكملش عليه، ممكن الكتاب يكون جميل وينفعك في شغلك ويديلك معلومات حلوه، يبقى الاحسن عشان تراعي ربنا ان انت تروح تشتريه من الشخص، وهتلاقي في النهايه 8 و10 دولار او 12 دولار مش هتفرق معاك في حياتك ابدا، لكن هتكون خدت كتاب كويس وفدت الشخص اللي بيكتبه عشان تساعد الناس ان هي تطور وتطلع المعلومات اللي عندها. يا رب يا جماعه نكون عرفنا نذاكر منين، وبرضو عندك جوجل تقدر تبحث فيه عن اللي انت عايزه، في فانكشن معينه انت نسيتها هقول لكم على تريك بسيطه. لو عايز تبحث بس في موقع البي اتش بي دوت نت، بكتب كلمه سايت نقطتين زي كده بي اتش بي دوت نت، كده انا حددت الجوجل ان انا عايز البحث بتاعي يكون في موقع بي اتش بي دوت نت بس، ما تبحثليش في حته تاني، سايت نقطتين بي اتش بي دوت نت، واروح ابحث عن كلمه مثلا فانكشن، زي مثلا اكتب كلمه كونديشن مثلا، اي حاجه في الدنيا تيجي على بالك جربها، كونديشن او كونديشن هو هيصححها لي، كونديشن اهي زي ما انتم شايفين جاب لي كلمه كونديشن بي اتش بي دوت نت بي اتش بي دوت نت، لاحظوا لحد اخر نتيجه بي اتش بي دوت نت، كل حاجه انا ببحث عنها تطلعها لي من موقع بي اتش بي دوت نت بس. جاب لي كلمه else manual وجاب لي if manual، الكونديشن اللي هو الشروط جاب لي الاف كونديشن اهي والالس، وجاب لي مثال عليها، وبعد المثال زي ما قلت لكم جه شخص هنا اهو راح حاطط كومنت بيوريك نوت، ضاف لك اضافه واللي بعديه ضاف اضافه واللي بعديه ضاف اضافه، والاضافات دي هتعلمك حاجات حلوه جدا وحاجات متقدمه، وفي نفس الوقت هتوريك الناس اللي بتشتغل في اللغه بتعمل ايه وايه البيست براكتس، وتحس ان انت معاك حد بيكتب الكلام ده وبيكتب اللغه وبيحط من دماغه افكار، وتشوف الناس بتفكر ازاي بتكتب الكود ازاي عشان ما تحسش ان انت غريب عنهم. كده عرفنا يا جماعه نبحث ازاي ونجيب اللي احنا عايزينه ازاي ونذاكر منين وكل حاجه تمام، وان شاء الله نقدر نقول ان الكورس خلص، وباذن الله تكونوا فهمتوا كل حاجه فيه، ويا رب اتمنى من الله ان الكورس يكون كويس وعجبكم، وهندخل ان شاء الله بعد الكورس مباشره على الماي اس كيو ال ونتعلم ازاي نتصل بالداتابيس عن طريق الكورس اللي احنا اتعلمناه ده. وطبعا انا قررت افصلهم عن بعض عشان لو حد حب يتعلم الماي اس كيو ال لوحدها يقدر يبدا من الدرس الخاص بالماي اس كيو ال ويسيب لغه البي اتش بي كامله لو كان هو اتعلمها من مكان تاني. يا رب يا جماعه للمره الاخيره الكورس يكون كويس وعجبكم، ويكون كان واضح وربنا وفقني فيه اني اقدر اطلع المعلومات بشكل سليم، واني اقدر اشرح للناس بشكل بسيط عشان يوصل لهم المعلومه الكامله، ويكون مفيش حاجه وقفت معاك. الجروب موجود تحت امرك، اليوتيوب موجود، موقع الاسك موجود، اي حاجه تقف معاك في الكورس كامله تقدر تدخل على الجروب بتاعنا على الفيسبوك وتقدر تكتب سؤالك، وان شاء الله هجاوبك انا او الناس المحترمين اللي في الجروب كلهم. اشوفكم باذن الله في كورس جديد، ويا رب الكورس يكون بسيط وسهل وعجبكم، والسلام عليكم.